كم خطأ. بإمكانك التقديم إلى الجامعة الأمريكية في العراق السليمانية بعد صدور نتائج القبول المركزي. خطأ: فترة التقديم للجامعة الأمريكية تنتهي في 7 نوفمبر 2016. يمكنك التقديم قبل انتهاء المدة عليه، لكن يجب عليك اتخاذ قرارك بعد صدور نتائج القبول المركزي. لا تفوتك فرصة التقديم للجامعة الأفضل في البلد. قدم الآن.